بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي، النهارده هحل لكم كمان محافظة، وهي محافظة الفيوم. دلوقتي ما عادش في وقت على الامتحان، فركزوا معايا كويس قوي ونعرف إزاي بنحل الأسئلة. السؤال طبعا الأولاني اللي بيجي لي هو سؤال الليسن. سؤال الليسن ده عشان احله بكل بساطه لازم اقرا الاسئله الاول، على ما يجي المدرس او المدرسه يمليني يكون عندي فكره عن الايه الاجابات. فدلوقتي هقرا الليسن وخلي بالكم معايا. هنا اول سؤال بيقول بقى، او اول قطعه بتقول احمد از 13 years old، احمد عنده 13 سنه. هي ليفز ان كايرو. His favorite subject is English. He goes to school by car. هو يذهب إلى المدرسة بالسيارة. نبدأ دلوقتي بعد ما قرينا أو بعد ما سمعنا من المدرس، أحاول كده نفتكر الإجابات اللي هو قالها إيه. عندنا السؤال الأولاني، How old is أحمد؟ كم عمر أحمد؟ مديني 9 و 30 12 و 13. طبعًا قال لي إن هو 13 13. Where does أحمد live؟ أين أحمد يعيش؟ ترى في كايرو ولا الجيزة وأسوان ولا لوكسور؟ قال لي أو اللي سمعته كايرو. السؤال رقم 3، What is أحمد's favorite subject؟ ما هي المادة الدراسية لأحمد؟ هنا English. How does أحمد go to school؟ كيف يذهب أحمد إلى المدرسة؟ عندي on foot، by taxi، by bike، by car. هنا by car. نتنين على السؤال الثاني، وهو عبارة عن محادثة ما بين ندى ومنى، وزي ما قلت لكم بقى في جملة افتتاحية في قبل المحادثة لازم أقراها كويس جدا، يعني بتديني فكرة عن المحادثة بتقول إيه أو بتتكلم عن إيه. هنا ندى is meeting منى، ندى تقابل منى. Who bought a new mobile phone؟ اللي اشترت موبايل فون جديد. ندى بتقول لها هلو منى، هاو ار يو، اهلا يا منى، كيف حالك؟ طبعا هنا التحيه ورد عليها بنفس التحيه، هنا ممكن اقول هلو، ممكن هنا هاي ندى. وجاوبت على السؤال هاو ار يو طبعا بالاجابه اي ام فاين ثانكس، انا بخير شكرا. كلنا طبعا عارفين السؤال ده واجابته. ندى اتس ا نايس فون، انه تليفون جديد. وين ديد يو باي ات، متى اشتريتيه؟ طبعا الزمن السؤال ماضي بسيط، الاجابه لازم تكون نفس الزمن يا جماعه. فانا بشيل دلوقتي الاداه والفعل المساعد واحول يو الى اي واجيب التصريف الثاني من باي، اقول ايه اي بوت ات، واذكر الزمن يسترداي او لاست ويك او لاست مانث زي ما انت عايز. رقم 3، ندى قالت ايه؟ سؤال المفروض انا ما اعرفوش. هنا قالت لها اتس 2000 باوندز، يعني ب 2000 جنيه، يبقى على طول هاو ماتش از ات او هاو ماتش داز ات كوست، يعني كم ثمنه؟ قالت لها ب 2000 جنيه. طيب في رقم 4، سالتها سؤال اجابته ايه؟ بيكوز اي لوست ماي اولد فون، لانني فقدت تليفوني القديم. يبقى هنا اداه الاستفهام بتاعت بيكوز ايه يا جماعه؟ طبعا واي، يبقى why did you buy it، يعني لماذا اشتريتيه. فانا عندي did، خدت الفعل المساعد did ليه؟ لان هنا الفعل ده lost في الماضي البسيط، وزي ما قلت لكم ان ايه الفعل المساعد بتاع المحادثه يبقى واحد، يعني لو في did يبقى كله did، في does يبقى كله does، في do يبقى كله do. يبقى لماذا اشتريتيه؟ قالت لانني فقدت تليفوني القديم. طيب اخر سؤال، كان اي تيك ا فوتو ويز ات، ممكن اخد صوره به؟ قالت لها طبعا يس يو كان، نعم تستطيع، ممكن يس اوف كورس، نعم بالطبع، ممكن شور، اكيد. اجابات كتير. نيجي دلوقتي على القطع، بيقول ايه؟ ماي نيم از ادم، اسمي ادم. ماي فاذرز نيم از عادل، اسم ابي عادل. هي از ا تيشر اوف انجلش، هو مدرس انجليزي. He helps me study my lessons، يعني هو يساعدني في المذاكرة، مذاكرة دروسي يعني. My mother is a doctor، أمي دكتورة. Her name is فاطمة، اسمها فاطمة.
She works at a nearby hospital. هي بتعمل في مستشفى قريبة. She helps sick people. هي تساعد المرضى. Get well لكي يتحسنوا. I have got two sisters. أنا عندي أختين. أمل and سميرة. زي دي طبعا عايدة على البنتين دول. They are twins. إنهم توأمان. I am in grade 1. أنا بالصف الأول إعدادي. My favorite subject is history. يعني مادتي المفضلة هي التاريخ. I like learning about the past. أحب أن أتعلم أشياء عن الماضي. My favorite sport is football. رياضتي المفضلة هي كرة القدم. I go to the club twice a week. أنا أذهب إلى النادي مرتين في الأسبوع. My sisters are younger than me. إخواتي البنات أصغر مني. They go to a primary school. يذهبون إلى مدرسة ابتدائي. بنيجي دلوقتي على الأسئلة، ونخلي بالنا كل الأسئلة بتيجي من الإيه؟ من القطاع يا جماعة. هنا بيقول لي choose، اختر. رقم واحد، آدم's mother، أم آدم دي is a teacher، مدرسة، ولا نيرس، ممرضة، ولا دكتور، ولا كوك طباخة. قال لي إن هي طباخة، دكتور آسف. رقم اتنين، the underlined pronoun، الضمير اللي تحته خط، خلي بالنا من الكلمة دي. الضمير اللي تحته خط زي refers to، تشير إلى من؟ طبعا هنا قلنا إن هي بتشير إلى أمل ومين وسميرة اللي هو إخواته. يبقى فين أمل وسميرة؟ هنا أمل and آدم، سميرة and فاطمة، سميرة and آدم، هنا أمل and إيه؟ سميرة. يبقى أنا عندي رقم إيه؟ رقم دي. السؤال التالت، the opposite of the underlined word nearby، يعني عكس الكلمة التي تحتها خط اللي هي كلمة nearby، عكسها إيه؟ nearby قلنا قريب، يبقى عكسها إيه؟ far يعني بعيد، فعش good ولا short ولا bad. سؤال رقم أربعة، give a suitable title، هات لي عنوان مناسب for the message للقطعة. بما أن القطعة بتتكلم على آدم، فقلنا آدم زي فاميلي أو أي إيه إجابة ممكن أنتوا تختاروها صح، يعني أسرة آدم. خمس، how many sisters has Adam got؟ آدم عنده كم أخت؟ قلنا he has got two sisters، عنده أختين اتنين سميرة وآم. سؤال السادس، why do you think Adam goes to the club؟ لماذا تعتقد أن آدم بيروح لإيه؟ النادي. طبعا الكلام ده يا جماعة كله موجود فين؟ في الإيه؟ في القطعة. فهنا بيقول لك إيه؟ هنا كان بيقول رياضته المفضلة هي كرة الإيه؟ القدم. كان كده بيروح الإيه؟ النادي مرتين في الأسبوع. يبقى هنا هيقول to play football عشان يلعب إيه؟ كرة. ده بالنسبة للقطعة. نيجي على سؤال تشوز ونخلي بالنا منه كويس. لازم أقرأ اللي قبل النقط واللي بعد النقط والاختيارات كلها. رقم واحد، camels usually live in the، الجمال عادة بتعيش فين يا جماعة؟ beach الشاطئ، sea البحر، desert الصحراء، lake البحيرة. أكيد طبعا desert. I play football with my friends. أنا بلعب كرة مع أصدقائي Fridays. Fridays ده طبعا أيام الجمعة، وكل أيام الأسبوع بتاخد قبلها إيه؟ on. إذا مفيهاش in ولا at ولا to. السؤال ثلاثة، We like our teachers. نحن نحب المدرسين بتوعنا. They are very، هم إيه؟ friendly عطوفين، and kind يعني غير طيبين، sad حزين، bad سيء. يبقى طالما بنحبهم يبقى أكيد friendly. I can't pick up that box. لا أستطيع التقاط هذا الصندوق. My arms، أزرعتي أو زراعية، are rich غني، weak ضعيف، strong قوي، slow بطيء. طبعا مش قادر يشيل الصندوق أو يرفعه، إذا في الحالة دي weak ضعيف. خمس، it's important to keep your، من المهم جدا إنك تحافظ على إيه؟ secret، سري on the internet، وانت على الانترنت. طبعا عايز ايه؟ باسبورت، جواز السفر، باسورد الرقم اللي هو السري، كروس وورد، ولا كيبورد اللي هي لوحة الايه؟ المفاتيح. طبعا الباسورد كلمة المرور. ست، انوت از سمثينج يو باي، حاجة بتشتريها تو ريمبر او ريدي عشان تفتكر بيها الاجازة. سوفينير، هدية تذكارية. طبعا كاس القلعة ما تنفعش،
كامب ومعسكر فيو منظر. لا. سبعة I use my mobile phone. أنا بستخدم موبايلي to not text message. هنا text message رسائل نصية to my friends. عايز أقول لك كي أرسل. هنا take يأخذ talk يتحدث send يرسل وهي دي اللي ناخدها build يبني. ثمانية أحمد not to school late. He is clever. طالما هو clever هو ماهر أو شاطر يبقى طبعا هو ينفع never goes. طبعا دي لا هتمشيش لان دي ابدا goes never always goes و goes always. خدنا قبل كده او احنا درسنا ان ظروف التكرار بتاتي قبل الايه قبل الفعل. اذا يا اما طبعا دي ما تمشيش وهنا دي برضو ما تمشيش لان الظرف هنا جاي فين جاي بعد الايه بعد الفعل. اذا ما ينفعش. اذا هناخد هنا ايه وبرضو هنا ما ينفعش never لانه قلنا هو شاطر وعمره ما يروح متاخر. بناخد ايه always goes يعني دايما بيروح. تسعة this is not been. هنا عايز اقول ده قلم مين. هنا مونز ما تمشيش. مونة is مونة is طبعا ناخد ايه مونة is دي للملكية يعني هذا قلم ايه مونة. رقم عشر محمد صلاح كان. معروف ان بعد كان على طول باخد التصريف الاولاني بناخد ايه score a lot of goals. سؤال التصحيح هنا بيقول لي هاو ميني دو يو بلاي تنس. بعد علامه الاستفهام مكتوب ايه توايس اويك. طالما توايس اويك يعني مرتان يبقى ما ينفعش طبعا هاو ميني لان هاو ميني بياتي بعدها اسم جمع لكن هنا اخد ايه هاو اوفن يعني كم عدد المرات. اثنين ديد شي ات سكول يسترداي. طبعا ما تنفعش ديد. ليه ما تنفعش ديد؟ لان هنا عايزه فعل في المصدر وهنا طبعا ما فيش افعال. يبقى وهنا في طبعا يسترداي يبقى ناخد ايه was she at school yesterday هل هي كانت في المدرسه بالامس. ثلاثة there are any ايوه ما ينفعش ايه هنا عشان any لازم الجمله بتاعتها تكون منفيه يبقى ناخد ايه aren't ان ابوستروف ها t. يبقى هنا يا جماعة there aren't any printers in my classroom يعني لا يوجد أي طبعات في الفصل بتاعي. أربعة my father is هنا watch TV now. now طبعا من علامات المضارع المستمر كون من am is are زائد فعل زائد ing. يبقى هنا is بعدها على طول فعل لازم ينتهي ب ing يبقى هنا أزود لها هنا ing. بنيجي على السؤال اللي هو اهم سؤال والطلبه اغلبيتهم بيلخبطوا فيه او بيسبوه او بيخافوا منه فانا دلوقتي حليته بطريقه بسيطه يعني. فهنا بقول لك write a paragraph of about 80 words on. اكتب باراجراف مكون من حوالي 80 كلمه عن a holiday اجازه يوث بنت قضيتها in a nice place في مكان لطيف. وطبعا ما اقول بنت يبقى تحكي في زمن الماضي. بنكتب اي مكان يا جماعه بنروح فيه بالاجازه. هنا مثلا قلت ايه last summer الصيف الماضي. I spent my holiday قضيت اجازتي in Alexandria. I went there ذهبت الى هناك with my family مع اسرتي. We went by car ذهبنا بالسياره. We stayed in a hotel نحن اقمنا في فندق near the sea بجوار البحر. We swam in the sea عمنا في البحر. My sister built a sand castle أختي بنت قلاع من الرمل. In the afternoon بعد الظهر we had lunch تناولنا الغداء in a good restaurant في مطعم جيد. We had fish تناولنا سمك. It was a nice holiday دي كانت أجازة لطيفة جدا. وبكده أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول انتهينا من حل امتحان على الترم الاول من كتاب المعاصر. واتمنى ان احنا نكون استفدنا من هذا الفيديو وما تنسوش الاشتراك في القناه لكي يصلكم باذن الله كل جديد. واحاول احل لكم امتحان او اثنين قبل الامتحان واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.